عن ابن عمر، عن عمر ابن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم صماطات، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي اشتمالها على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد: عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبا بكر ابن أبي شيبة ثلاثتهم، عن عيسى ابن يونس، عن عبيد الله ابن أبي زياد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبا أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن أبا أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسن ابن بشر، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد ابن حمير، وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا، فهو إسناد على شرط البخاري، والله أعلم.